عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم أخواني وأعزائي وأصدقائي، أهلا ومرحبا بكم. اليوم عندنا موضوع جميل جدا، وهو الصوت وتنمية الصوت وقوة الصوت. وكثير من الأخوان والأعزاء اللي هم دائما يراسلوني بقضية الصوت ويدخلون دورات دائما في الصوت ويحبون يحسنون الصوت مالتهم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والغناء العربي من العراق. تحية إلى أخواني وأعزائي وأحبائي بالعراق والعالم العربي وفي العالم. أخواني الأعزاء، قبل ما أبدي بعملية الصوت، تريد تحسن صوتك لازم أول شيء تم تحديد الطبقات، لأن أكو أصوات يغنون يصير عنده صوت يصير عنده مثل الرجفة في الصوت، هذه يحتاج إلى تثبيت. أو البعض من عندهم لاحظت إنه يغني يسوي مثلاً عملية النفس ما يأخذه دو ري مي فا صولا سي دو، صوت هذا واقف لين. أو من اللي ينزل يسوي دو سي لا صولا، ما يصير دو سي لا صول فا مي ري دو، تستقر على إذنك. هذا طبعا ايضا ب اللي يحب يشترك بالدورات الاونلاين اللي هي 8 محاضرات شهريا، وموجود رقم الواتساب اسفل الفيديو اللي يحب يريد يستفسر، او في بغداد اللي يريد يتعلم صوت احنا نقدر نروح له الى البيت، اروح له ونقدر نعطي دروس. الاونلاين هي 8 محاضرات ومدتها ساعه طبعا، ويومين بالاسبوع. وبالنسبة لقضية الذهاب إلى البيت 6 محاضرات، لكن المدة مالتها ساعتين المحاضرة. فعندنا هذه من ضمن الأمور والشروط اللي أنت لازم تلاحظها. ثم الانتقال إلى المقام، كثير من اللي يغنون يعني البعض ما نقول بس يعني حاليا بهذه الفترة الشباب حبوا احتراموا لهم مواهب جدا جميلة جدا راقية متميزة، لكن اكو عندهم قضية التركيز على الطبقة الصوتية، ومن ثم قضية انه الانتقال الى المقامات اللي هو حقيقة ما يعرف هذا المقام من هذا المقام. احنا نقول بعض من عندهم والبعض من عندهم جميل جدا، واتمنى لهم التوفيق. وهذه هي الملاحظات، فانا حبيت انه اعطيكم ملاحظات بالصوت اللي هي جدا قليلة، لانه الصوت يختلف عن مادة العملية بالعود، ولأنه يحتاج مباشرة مع الطالب حتى أميز له صوته وأعطي التمارين اللي هي راح تمكنه من تعديل الطبقة. 1-2 معرفة الصعود والنزول، ماكو نشاز، لازم من يصعد من ينتقل من مقطع إلى مقطع من القراءة إلى الجواب. ثم رابعا وهي المهمة، هي التفرقة بين المقامات وشلون تنتقل من مقام مقام إذا ما تطي نفس وتطي حسات وتطي وقفات. أوكي، فتحياتي لكم، وأتمنى أنه تشتركون بالقناة وننتظركم بالدورات الموسيقية الأونلاين. مع السلامة وتحياتي لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.